يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الدين، أما الإضافية فيكون لها أصل لكن يزاد عليها وينقص من الأصل، فهذه إضافية. فمثلا الصيام، صيام التطوع، هذا سنة، لكن تخصيصه بيوم أو بأسبوع بدون دليل هذا بدعة إضافية، أضفت إلى المسنون، أضفت إليه شيء من عندك، خصصته بوقت أو بمكان لا دليل عليه، هذه الإضافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذكر، ذكر الله جل وعلا هذا مشروع، تخصيصه بوقت أو بعدد يحتاج إلى دليل، فإن خصصت بوقت أو بعدد لا دليل عليه فهذه بدعة إضافية. نعم.